لك شو طرشت؟ ايه يابي ايه؟ لكن بح صوتي وانا عم اقول لك طفي هالكاز وروح نام بقى. حاضر حاضر. عم يفزكي شو؟ حرام يعني الواحد يعمل المعروف مع حدا شيء. شو يا ابو الليل؟ بطلت كار الخياطة وعم تشتغل بالتجارة؟ لا ما بطلته ولا رح بطله. أنا كل التياب تبع الرهبات أنا بخيطها وببلاش. هيك لله. لا والله عبد الله. شكرا أبو زكي. خيش أبونا. مساء الخير أبو زكي. أهلا أبونا. نحن استقبلنا تبرعات وهي ورقة باستلامة. وانت يا ابو الليل معك مزبطة ميري مثل العادة؟ ايه موجودة. طلع لي شوف. ليك بقى. هي المزبطة وفي عليها ختم تحصل دار. فيها مكتوب فيها نفس الكميات اللي استلمناها. منين هالخير؟ من فاعل الخير. مين فاعل هالخير يا ابونا؟ يا ابو زكي اذا فعل الخير انكشف ما بيعود خير. ايه عن اذنكم. عم يا ابو زكي بجوز نحتاجكم. شو بدكم؟ لانه بكره بدنا نحمل كم شليف للايتام، بجوز نحتاج كم نفر من عندكم لان ما في دواب. لانه شوفوا شو بدكم ومروقوا لعندي لنشوف شو فينا نعمل. لك ليش ما قلت لي من الاول انه في مزبطة؟ لانه هي مزورة ابونا الشبنة. يلا ابي انت خلاص كفاها الله بوشك على البيت. شو ايه؟ انا ماني رايح بيه بطلت. ليش بقى؟ هلا سليم كفو وانا لا. لك مين قال؟ انت. لك ابي انا لو ما شايفك كفو ما بحكي معك بدنا اصله ولا برميك الرميات. انا معتبرك رجال بس سليم في عنده عياله عادي. انت مين في عنده عيالك؟ ايوه اذا هيك حق معك. يا حليه يلا نشوف وشك على البيت. نحن على ما نحن بتنام بتفيق بتأصبح تفطر عند على بكره وبوشك على المدرسه مثل العاده. استبينا كفو كفو. يلا روح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين هلا خال؟ على جوبا. يلا يلا كل الحاضرين. انا طالب ايد المحروسه. لا تقول لي انا منين. انا من هالحيط. فشو قلت؟ قلت الله يعطيني عافيه. لك شو بدك منها؟ وش الراس عم يخير لك يا المحيا وروح من وشي. ما حدا يشتغل راسه غيرك. شو صار لك عم يا ابو رياض؟ شو سويت لك؟ عم اقول لك المحيا روح من وشي. شوفي ما شفته طايش حجره. روح روح ارفع الكراسي على الطاولات. روح يا ابو رياض. اسمحوا هلا بيروح لحاله. روح. يلا يلا هذا اخر كيس خال. يلا يلا ضبه وسكر. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. في مفتاح لعمك وطه. شرف عمي. اوكي وين المزبطه؟ شرف سيدي وين المزبطه؟ هذول هلا صاروا حلال زلال قدام الحكومه. الك هاي ختمي عليها. مزبوط تمام.
وين أبي وين وين عم يتوطى هون؟ إيه دخيلك لا تؤاخذني نسيت. معلش يا سيدي معلش. تفضل. شو شوف هي مكتوب فيها حصتي وحصتك على اعتبار إنه هي الأرض كري وحصتي هالكم كيس هنن كري الوداعة. كري الوداعة هون يعني. أيوة. الكنيس. أي سيدي يعني يلا حصتك هي لحالك عم يتوضح. شو بتقصد؟ يعني لحالك وبالك هيك ما حدا قالوا عندك فيها؟ يعني شريك؟ ايه. شوف خيو عمر الشراكة ما انصفيت. أنا أخي مات ورثت مرته وما رضيت فيها لحتى ما أدخل بالشراكة شريك. هلا جوز خالتي أبو سمير ما كان مسيحي. يو شو جاب السير على بالك هلا؟ ولا شي يا مو بس لأنه بيعجبني هيك بس. شو في ببالك تقبرني؟ يا مو رب العالمين قديش بعت أنبياء؟ كتير. اللهم صلي وسلم وبارك عليهم جميعا وكلهم من آمن فيهم وكلهم بيأمنوا بالله وبيدعوا الناس للإيمان بربنا مو صح؟ إيه لك معلوم. ليش لكن ما بدي كان يروح لعم توطى حالبيت؟ لا 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 ما فيها شيء ما فيها شيء امي. انا وقتها كنت خايفه بس هلا لا بطلت. طيب يا امو ليش محرم على الناس تتجوز من غير دينا؟ تقبرني هاي الشغلات انا ما بفهم فيها. يا اسال ابوك يا اسال شيخ الحاره. ايوه اسال الشيخ بكره بسال الشيخ. يا امتى ما بدك هذا الباب تكسره برجلك وتفوت عمي؟ لا تعتبره بيت صهراك من هلأ ورايح صار بيت بنتك وبيتك. غلط يا أبي غلط هالشي. ليش مو فيها مكسب؟ أبي انت حاسب حساب الرجعة مزبوط؟ لكان مأهلينه شهرين إذا ما سحب وداعته راحت عليه. طيب بلكي انتبه لها. ايه انا بدي انتبه لها لانه ما بدي يجيني وجع راس. اصلا ما حدا راح يسالني. من جماعتنا؟ لا سؤالات جماعتنا ضمنانا وخالص منها. معناتها ما حدا راح يسالك غيره. هو ليش عمل هيك فكرك؟ لحتى ما يعطي الحكومه حصتها. وليش ما بده يعطي الحكومه حصتها يا حزرك؟ بصراحه هي ما قدرت افهمها. لأنه في حرب هون يا أبي في حرب هون هون هو ما بده إياها. ما بده الحرب؟ ما الحرب قايمة قايمة. مو هون أبي مو هون. إيه تأخرت على شغلي. المعلوم والله ما صلي بس انا بقول لا بس بس ولا اسمع تدفع اللي عليك بتوع زي البشوات والخواجات ما بتدفع الله معك. طيب فضح. ايش هذا مكوك مكوك ولحرير الصايات ولا ليكون والله العظيم تبع ابي الله يرحمه شاغل في سده وحده وصايد حرير الله وكيلك. جور تعال ولا عمرها خواجة بي جوا أيوة
شبكي مثل اللي قارسك عقرب، وين كان؟ امي كنت مخبيته من ريحة المرحوم لأنه عادل كان عم يدور عليه وبده. سكر حبالي. خير إن شاء الله. أهلين أخي، كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله منيح. بلا سألتك أختي، عم أقول شوفي. ما بتعرفها؟ قال ما عاد بدك يا لساني يا خزندار، كيف ما درتك بتندار. وين كنت لهلأ لك أمي؟ ليش مصطفى ابن الخال ما حكى لكم؟ بلا حكالنا، إيه بس شو هالشغل لهلأ؟ شو طلع لك منه؟ يا ستي طلع لي منه حق الخص المخلوع، ما بكفي؟ بكفي. شو الأفندي لسه ما لفها؟ شو صاير له؟ وطي صوتك واسكتي. وطينا. شو هذا عيش الزباين يا اخي؟ لك سليم؟ سليم؟ شو نايف؟ ايه شو عليك؟ قل له للبيك قال لك لا تسلو في مين اشتريه؟ هو ولا يمكن يشتريه. طيب اخي حكي لنا البيك، قل له عادل حابب يشتغل مع شي انصل من هدول الغرب اللي بالشام. ايه يشغلني قواص. لك ايه قواص، بمسك الكرباج وبنزل دحي بهالعالم، دحي لحتى الله يفرجها ولاشوف مين بده يوقف وشي. عم يحكي معه ما؟ فيقه؟ عم يحكي مع حاله. هي هلا سليم نايم وتعبان. يا حاكي سليم يو اسمعي.
والله جاء عبالي يشتغل ماشي يوصل من هدول الغرباء ولا بعجبها بعجب اخي لك انا عاتل ولك شبك لك عاتل بسم الله اخي الله يشير بدنك شبك فايق مرعوب شبك صار لك ساعة عم تلعي مو كنت عم تحكي معي هي انا قمت عم بسمعك شرف انا كنت عم بحكي معك ايه اخي كنت عم بحكي معك كنت عم اقول لك انه انا بدي روح نام انت بدك شيء لا سلامتك نام اخي نام الله يعينك على عقلاتك ايه بنام شو عم تخوفني يعني درب السد ما يرد الهي يا رب تريحني منهم على اهون سبب دخيلك يا رب يو الروب الازرق وينه بسم الله الرحمن الرحيم اي والله بايدي امتلوا الملائط من على حبل الغسيل وين رايحة على الحاج؟ أواعي وبدلات وغراض وكام شقفة مشان أخي ولك صحي إنك أجدى هذا الروب ليش تحشب بيشتك ولا وأخذه معك طلعي شوفيون مالي خلق للمدابلة ها والله العظيم بتزعلوا من الأرض لك؟ ما دخلك انت عم تفهمي ما دخلك انا بورجيك لامك يا نزيه والله لالا ايييييي رعبتيني رح شخ تحتي ولك اصلا هذا الروب ما له لالا هذا لالي وانا شحتها يا شهاده ايه ولو كان يا بعت لك 60 حمه فوق جدتك ولك فضلتي هاد فضلتي هلا صار له قيمه لك شو بكون شوفي روبي يلي بدل ما كبه شحتها لمصوفه الرقبه ابنك دحشه بقشته بده ياخده معه شو بده يساوي فيه سالي لك ما دخلكم انتو ما دخلكم ليش عم تدخلوا بالقصة روبا لمو روبا لي وانا ما دخلكم انا ما دخلكم بالقصة هي دحشت لك يا بقشتا هن لا تبليها المخلوقة ولك خلصوني وين بقشتك سليا انا بفوت جيبها من اليوك شفتك بعيني وقت خبيتها الله يعلم شو داحش منها من ريحتها للخانو ريحة مين امي تبوسي لك انت التانية عزيني بقى انت وقامتها بقى هن لك شو اللي صاير؟ انت بدك تفهمنا شو صاير؟ لك شو بيعرفني انا هلا جيت فهمني شو هادك شو هاد ها؟ يا لطيف راح الرزق يلا يا نزيهة رح حط غطاي لك انا ما شفته يا نزيهة خانم انا شو دخلني؟ لاني بعرفك طالعة قال له لابي مشان يلاقي لك صرفة بغيابنا طالعة ايه هو اللي اخذوه ليش الشغلة لتجيب راسي؟ يبعت لك قلت لك اوياني على روحتنا وليه اوياني؟ خلصيني نزيهة وهي الارض ايش بدنا نساوي فيها؟ وحياة القرآن انا ما اخذته اسمحي بعدين حسابه انا بمشيكي يلا سيك هدول البقاش خليك واقف هون لاجي اذا بدك تفرع الطريق ان زركت لا تستحي قل له ليه يعني تستحي يعني وين وليد يا علي والله فكرت سبقني طلعوا طلعوا انتوا ولا طلعوا طلعوا خلصوني روح جيب اخوك ولا روح جيب اخوك لا يلا خلصني شان الله خليني متخبي روح وينك ولا بدي اقبرك اليوم وينك امشي وينك ولا يلا امشي معي لشوف امشي معي اعمل لك حسب ما كسر راسك ها على مهلك علي نزل يا افندي اتركيني امشي معي ولا لك امشي خلصني لك طلع تاني قدامي لشوف يلا امشي لشوف لا خلصني شو هالحكي مثل ما عمل لك يا فندم وابو ستيف عرف بالحريق انت يا انت نعم يا سيدي دير بعتك مشوار صغير هون بالحارة
مشوار مشوار شوي يا سيدي. لوين؟ مشوار. قلت لك في حدا على السطوح. يا مظبوط، شو هالصوت؟ صار لي من الصبح عم اسمعه وما كنت تردي علي. مين في فوق؟ الله معك يا بيك. خير ان شاء الله. انا جاي بذات نفسي لخبرك انه جماعه الضابطيه وجماعتي امبارح بالليل طفوا حريق كبير. ايه وانا شو دخلني؟ الحريق عندك بالبويك يا بيك. ولي ولي على قامتي. طيب يعطيك العافيه يعطيك العافيه. لك ان شاء الله صحه. وشو ناوي تساوي هلا؟ والله ما بعرف، بس من جناني عليك ومستعد اكل هوا الشام باكل. هو خايف على حالك لك امي؟ منين بده يجي الخوف؟ مني صورة الازعر هذا ما عم بتفارق بالي. كابسي على نفسي هيك ليل مع نهار. عزيز ليقوموا يفسدوا عليك. لا تاكلي هم، الناس اللي كنت عندهم ما تفرقون عنكم، اذا انتم بتدلوا علي منين بدلوا. مين على الباب؟ جاية جاية. مين؟ أنا هند. صباح الخير خالتي. يو؟ شو جابك من عند الصبح؟ حريق؟ إيه والله، وركض صاحبك من البيت مثل المجنون، وأنا جيت خبرك لأني حسبتها. شو حسبت؟ لا يا ابو نزيه كلك نظر ولو. لك بالله فوت، خذوا لنا طريق يا حريم. لا لا ما راح فوت، خلي الحريم على راحتهم عند الصباح. خلص معناتها سبقني لاحق، انا بضبط اموري وبجي. يلا قول يا رب يكون احسن. الله معك. بلا ما تروحي انت يا ام رياض، خلي فريزه تروح. اي بس انا اما يا ابو رياض. هلا لا تعملي لي اما وكما، هن كلمتين بتقول لهم يانو وبترجع. خلص خلص، معه حق معه حق. ما بدي اعطيها وش، مو هي باعتنا؟ يعني بدك اياني بيعها؟ والله ما ببيعها. لك بس افهمي يا بنت الناس، يلي بقوله بتساووا بس. خلصنا خلص خلص. شو صني؟ بدك اياها يحطها واطية قدام النفاية حمات بنته؟ ما بكفي حالك كنا عرفت بالقصة؟ ولا يعني بدك تنكسر شوكته قدام يني بيسوى ويني ما بيسوى؟ تعال هون، شو بدك تحكي معها؟ شو قال لك ثقيلة؟ طيب ما قال لك شو بده مني؟ لا والله يا خالتي ما قال لي. شو بده يكون بده يعني؟ ابو نزيه ايده طايله، بلكي مشان عزيز يقبر قلبي. ليكون مشان المعروض اللي بعتناه مع البيك للمفتي؟ بجوز، ما بتعرفي؟ بلا، بعرف. مو انا طالبه اقعد ببيت جوزي مع ابني، وما بدي ارجع عند ابي لانه ابي بده يفصل لي جوازتي من اصلها. يو؟ ايه، وجوزي راح على اخذ عسكر. ايه وسمعت انه قال قاتل قتيل كمان. يو؟ يبليكي بقتلك، منين سمعتي هالحكي؟ ببيت سيدي ابو نزيه، وقال الحاره كلها مقبوله بهالسيره. قولي على قامتي. الانجليزي لهم 60 وش بكل مطرح وش، واسطنبول زبطت معهم قصه الانتخابات والبرلمان والدستور والدوله الجديده، وصار لهم هنيك الوش متحضر. اما فلسطين فلهم وش ثاني تماما، كل همهم هو انهم يرضوا اليهود والماسون. لما السلطان عبد الحميد وقف بوشهم قدروا يصرفوه، وهلا ببحر فلسطين كل يوم والتاني عم تنزل بواخر فيها أموال مشان تشتري البشر والشجر سوا. لا تستبعد بيوم من الأيام يرحلوا حتى يهود بلادنا لفلسطين. طب يا حكيم، لا يعني جماعة تركيا شو بده؟ يعني ما اكتفوا؟ طالما اكتفوا وزبطت أموره اسطنبول، هي صارت لهم دولة وانتخاب وبرلمان ودستور والذي منه. نحن ليش عم يزتونا كل يوم والتاني بحرب مالنا فيها؟ مالنا فيها؟ اللي عم تسألني هالسؤال هذا يا أبو سطيف، هذا السؤال كان لازم تسأله لنفسك لما كنت متصرف، ولا كنت مستنيون يسوق قائم مقام لحدا تفهمه؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. على الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله. عمي عادين ما لي مصلحة بهالقصة. الله يرضى عليك، رهنية صغيرة على قدي، أنا جاهز وعلى فكاكة باخذ ربحي، وغير هيك ما بيطلع بإيدي. يعني خلاص فكست؟
هلا رح تفوتني بحيطان نص البيت حصه طالعه وحصه نازله وحصر قرب؟ روح ادفع حق الخص اللي ما كان يتصلح وتعال واجهني. مالك مصلحه اصطفيل، بس حكي لا تسميع، الله يلعن ابو الحاجه. لك حيطان البيت تاخذ فرتخه والبيت مو جايب حقه من اصله. ليش الصابون ابو رضوان؟ يلا جاي جاي. عمي عادل من الاخر. بدك تدفر البيت روح لعند الناس المقتدرين بهالوقت. عندك ابو زكي وعندك ايزاك وعندك ابو نزيه وعندك الخال، درت درت وحرت حرت، ما رخى جناحك غير عندي، بدون شيء انا مصدي، حل عنا يا. يلا جيتك وها وهي رح ارغي لك من اول وجديد. شبو شخاخ وبده ينام بالنص. قلت لها ياسين. ايه وشو قالت لك؟ قالت رح تمرق لعندك. لهون على البيت؟ والله ما بعرف يا سيدي. هلا كل الوقت اللي قضيتيه مشان هالكلمتين بس. ايه ايه. لك تعي لهون شو بكي؟ لك هن؟ لك تعي احكي لي. شو بدي احكي لك يا سيدي؟ شايف الشوفة يا خال؟ والله شي بيزح العقل. شايفك يا ماني شايف. قول الحمد لله سيدي، قول الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. شو حكوا معك هدول؟ لا ولا شيء، بس اخذوا افادتي. بس. على العافية يا عمي. الله يعافيك يا بيك. طلعوا الغاب، طلعوا الغاب كله. شو قصة العريق؟ انتوا بتعرفوا؟ نحن رح نعرف. بس انت على مين بتدعي؟ في شيء جوا؟ لا ما صار في شيء خال. بالله؟ وليش لا يحط الحق علي انا؟ انا شو دخلني؟ لك انت كيف حاسبها لك ابو زكي؟ يعني انا حسبتها اول ما دريت بالحريق يا ابو نزيه. انه؟ ها ها انه انت بينك وبين ابو ستيف ما صنعوا الحداد، وهو ما له غريم بالحاره غيرك. بالله؟ الحاره بمقفلها غريمه. من يوم ما راح ابوه هو على هالشكل بنظر الناس كلها، مو بس بنظري. ايه بس لما اتخانقت معه انت هددت بدك تاخذ حقك بايدك. لك ابو زكي شو قصتك انت؟ عم تستنزلني يعني؟ حقي باخده مواجهه، مو بروح بحرق له رزقه. هي قبل هي واول الرقص حنجله. شو يعني الزلمه تهمني؟ لا لا ما في شيء رسمي، شكوك. شكوك؟ ومين شاكك فيني؟ أخي من الأخير اللي إلي عندي شوكة يجي إلعها. بيناتنا أبو نزيه. تفضل. إذا هذا الحريق صار بملكيناتك أنت بمين بتشك؟ شو قصدك؟ يعني ما بتحط الزلمة براسك قبل كل الناس؟ حطه براس المحضر. شفت؟ لك أخي كلمة وحكيناها شيء. هددته هددته بس ما وصلت بيناتنا للمواصيل. لك ابو زكي شو قصتك؟ لك شو المختص اللي مفوتني فيه؟ لك حريق صار بالبوايك، انا شو دخلني؟ هلا بركي ودعى عليك وقال انك هددته. ولك لا هددته ولا هددني ولا دخلني بكل قصه شيخ. تفضلي خالتي تفضلي. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شو وين قدرتي؟ المهني. شلونك صبحية؟ من الله بخير. ايه الحمد لله. كسرت السفرة؟ من زمان. حط لي بتاكلي؟ لا ماني جاية طينس عليكم. يوه انتي التانية. عندي بكتوسات بشهوا القلب، رح قوم جيب لك. شيات ام مصطفى؟ يعني الا ما تحري خالتي؟ يوه شو شايفتيني حرارة؟ استهدي بالرحمن لك صبحية، المخلوقة دايسة بساطمة. ما سمعتيها شو عم تسمى؟ يوه شو حكيت صبحية؟ شو حكيت؟ كفرت يعني؟ حاشاكي تقبريني. ايه بس كمان ملافة السعد خالتي. دخيلك، يعني شو ما حكيت ما حيعجبك، حكي مرت الأب دائما دائما كخة. صلي على النبي لك صبحية، المخلوقة ضيفتك. ايه مبلا. صار لك بيت وصرتي تحكي. لك فريزة، خليكي محضر خير، ولا جاية تطرقي شر أنتِ؟ يوه أنا جاية أطرق شر؟ أنتوا من أول ما فتت بدري كيف عم تحكوا معي؟ مشان الله لا تاخذينا، غلطنا ومنك السماح. ايه والله والله جايتك احلى من العسل على القلب، ذاتا نحن ما بنشوفك غير كل حين ومين. ايه هذا الحكي اللي بينحكى. ليش جايه خالتي؟ يو كنت تساليني من على الباب مو احسن؟ سالناكي. ما كنت فتت ونزعت صباحي، الناس لابسه وشها بالمقلوب. استغفر الله العظيم، هلا نحن اللي لابسين وشنا بالمقلوب؟ لا انا حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسامحك على هالحكي. الله يسامح الجميع. امي منو ها؟ قطع راسك خالتي. بس
عزيز؟ ايه عزيز، الكلمتين اللي جاي تقوليهم لامي ومرتي انطقيهم. يستر على عرضك لك ابني، يستر على عرضك ارجع. سمعين امي؟ قولي خالتي قولي. خلص لا يكون لك فكري ابو نزيه، ابو زكي عندي والقصه ناكتي، يعني ما بتعرفه هذا عقلاته جوز تاني بخرج. مختار مختار، مشان الله لا يتبلى علي، انت بتعرفني خلاقي ضيقه وروحي بروس مناخيري والنكشه ماني لاقيانا، يروح يخيط غير المسلة يا اخي. ولك انا فهمان عليه، بده يدخلني من قرنه مشان يحلبني من قرنه ثانيه، هذا عاله جوزتين بخرج هاد، والله نحن اللي علاقتنا جوزتين بخرج، ولك انا اللي كاشفه، هذا همه بالحاره بس ينهط. لا لا خلص عندي، ايش انت شو لك بالحريق من اصله؟ افهم لي يا بمعرفتك. شفت لي ابو نزيه؟ شفت صرمايته نظيفه. شو فهمت لي؟ هذا مرضي عنده مرض، تسمع الكلمه دايم الدوم عينها عليه حتى بخطواته. شو فهمت لي؟ طيب انت ابو فهمي ولا انا؟ انا وين راح معلمي عمي توطح؟ ما سألته. ايوه يعني راح لعند عمي ابو ياسين. بتعرف انت ليه سموك مزحواك؟ ليش؟ لانك ما بتلزق، ما بيزبط عليك لا سراس ولا غيري. ايوه امان 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 بيتنا كان أحلى، أحلى من هاد، هذا كبير وبيضيع. ما بتذكر بيتنا منيح، بس بيتنا كان مكنكن وعلى قدنا. وأبي كان يعمل بإيده الفول والتسلية، كان في عنا مرجوحة قلة الراحة، لهلأ بتذكر ريحتها. معنا خال؟ هيك بتكون استرينا سليم، ما حدا له عنا شيء، لأنه ما عنا شيء. عنا شيء؟ لا ما عنا شيء. ايه خلص، نحن شو بدنا؟ يعني بفهم منك ما بدك تتهم حدا خال؟ لك لسه ما فهمت؟ والله شيء بيحط الأعلى بالكف يا خال، يعني فوق خربان البيت، لا بدك تشك بحدا ولا بدك تتهم حدا. لك في خربان يا عمي، في خربان.
خربان ما بيعمل. هذا الخربان شايفته عينك بيعمل. والله تقرمت جنابي. عمو مطولين لسه لنوصل. علينا علينا شو بدنا نساوي؟ تعال جنبي وريح حري. شو دخلك انت؟ شو دخلك؟ مرتاحين؟ اي لا ما عندنا مرتاحين ولا مرتاحين، قوم اقعد جنبه. قوم لك امي الله يرضى عليك. اوه بعدين هذا البقشة اللي عندك لسه صفاني. دخلك ما دخلك فيها انت. ايوه شو بده غير انه تجي صبحيه لحالها عبيت ابوها؟ انت انك امتى ما بدها بتشوف الولد؟ يعني معيننا وقت خصوصي، اذا بدها كل يوم يا اما هي بتجي يا اما امك بتجيبه لعندها. شايفين؟ خايفين علي ليش رجعت ما هيك؟ طول بالك، طول بالك. على شو بدي طول بالي امي؟ على شو؟ بس فهميني على شو؟ هي لساتني عايش وعم اعمل وساوي فيكم هي العمايل، شلون ما اكون متت؟ يو بعيد الشر عنك يا عمري. بس يا عيب الشوم عليك يا ابو رياض على هالعمله، يا عيب الشوم. والله والله الغريب طلع فيه خير اكثر منه. ذكرتي الخال شو عمل معنا؟ والله لو كنا من عيلته مو هيك، وشفتي ابوكي شو عم يساوي هلا؟ مرت عمي نحن هلا ماشي الحال بخير. من وين ماشي الحال لك صبحيه؟ من وين؟ ابوكي بالاساس ما بده هالجوازه كلها. شحطوني لقاها فرصته. رموني بهالتهمه الظالمه لقاها من الله. كل هالشيء من خوفه على بنته يا عزيز. لك من شو؟ خايف على بنته من شو؟ أنا بصدق هلأ إنه كل طالع الفضة خايف على صبحية من أبوها وبس وبس. حرام ابني من أمه وزل أمي قدام العباد مشان شو؟ لك بصفته شو؟ طيب شو بدك إنه بإنه؟ لا تقلي له شي، أنا اللي بقله. أنت مالك شغل. أمي خلوني أتيسر عبيتي. أنت مالك شغل إيه بس مو مالك عازي. شو يعني؟ يعني رح تضلي هون مبسمرة لحتى يشرف حضرته بقمع راسه. عزيز مشان الله ما حدا يتدخل بالقصة. فأنتي أمي ساوينا اللي منا كلها بكون مخلوقة شاعي أوام من عيوني شفتي حشبيك. لا إيه لسات أمي اسمعني على البيت ولا ترجع لتجيب لي خبر. أمرك يا أبي. يلا بسرعة. شو أبو رياض شايفك بهالكم يوم مالك رأي كأنه في شي جعزة أنت؟ لا لا تاخذنا لا تاخذنا. شلونك ابو رياض؟ اهلين يا بي جايك جايك جايك. عجبك صوتها؟ عم تسالني؟ لا عم اسالها. لا تسالني، ما قلت لك من الصبح كندرته نظيفه. والثاني؟ الثاني لو لبس صرامي الدنيا كلها ما بتروح اللقمه من خطوبته بيضل حافي. بس انا شفته لابس سرماي حافي. لك شفته بعيني وسمعت طرطاته على الارض. انت هيك شايف شي حافي حافي لو لبسته برطاج جمل بيضله حافي. شو الارقام ايه وشو يعني؟ لك خلاص انا بحل لك اياها بالطرافي. مو انت هيك بدك؟ هات ايدك لبوسة. لك خلصنا بقى ابو رياض وبلا مفتي وبلا قاضي وغيره وسواته خلصنا. ما في حدا من البيت؟ لكن بلا بس الحريم قافي على حالها. يلا 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 خذوا طريق. تفضل ابو رياض. يلا يلا رد الباب وراك. يلا يلا شرف سيدي شرف. ما بحسن اتاخر يا بيك استر على عرضها. لك خلص بعتنا خبر ورحمات بنتك شباك. هاي الضرابه ام عزيز. ايه ايه تفضل تفضل فوت يا هند. هند نعم يا بيك. اجت شي معزيز بغيابي؟ لا يا سيدي ما حدا دق الباب. شو صار يا بيك؟ شو عم بصير يا بيك؟ ها؟ ايه ايه يلا يلا